من بين المنظمات اللي سولوا عليها بزاف ديال السيدات هما هاد المنظمات ديال الخضروات والفواكه الاكثر طلبا عند السيدات. كما تشوفوا كنحطوا فيهم الخضروات تقريبا واحد 2 كيلو حتى 3 كيلو ديال الخضروات ولا الفواكه، الديسير الانواع ديالو. اهم حاجه انه منفس باش ما كيخسرش لينا هذاك الديسير دغيا ولا هذيك الخضره دغيا، وفي نفس الوقت كنربحوا لاسباس وسط يعني المطبخ ديالنا بواحد الشكل اللي زوين. دايره كما تشوفوا كدورها في البلاصه اللي بغيتي، وفيها تبارك الله الرويد ديالها، وتبارك الله راه كتهز تهز لك تقريبا عندك 1 2 3 4 5 طبقات عا باش عندك هنا تستغلي مثلا قراعي الزيت تحطي ادوات المطبخ، وهنا راه تهز لك 5 طبقات يعني واحد 10 كيلو ولا 12 كيلو ديال الديسير. كاين ايضا منتجات اخرين ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم، اللي هي هاد آلة تفريغ الهواء من الاكياس البلاستيكيه اللي دارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه باش كتنفعنا، كتنفعنا اننا كنسو فيديو البرد من الساشيات اللي مخصصه للاكل، يعني الساشيات اللي كنديروهم في الثلاجه وكونجيلاتور كيشدوا لنا واحد المساحه اللي هي كبيره، هذه كنديروا الساشيه كنعمروها بالماكله وكنديروها هنا، هي كتسوفيدي وفي نفس الوقت كتسودي لنا الساشيه باش الحجم ديالها كيتقلص، يعني كتعطينا لاسباس وسط الكونجيلاتور ولا الثلاجه، وفي نفس الوقت كتحافظ لنا على القيمه الغذائيه ديال الماكله لاطول مده ممكنه. عندنا فيهم ثلاثه ديال لي كاليتي، عندنا ديال 100 درهم، عندنا ديال 130 درهم، وعندنا ديال 180 درهم. عندنا ايضا هذه ديال السلوفان، هذه كتنظم لنا السلوفان، كنديروا فيها السلوفان باش كنقطعوا القياس اللي بغينا ديال السلوفان بلا ما نضيعوه، يعني بواحد الشكل اللي تبارك الله عملي. ها كما تشوفوا هذه فيها فونتوزات نقدر نلصقها في الثلاجه، نقدر نلصقها في الجليج، ها فيها الفونتوزات تقريبا شي 12 فونتوز. كندير السلوفان ديالي هنايا في هذا الرولو، كيجي مع هذا الرولو هذا ديالها باش كيدور بواحد الاريحيه، السلوفان كيتجرب بوحدو. كنجر القياس كندوز الموس، هذا راه موس باش كدوز الموس، كتقطع القياس وفي نفس الوقت يعني كتحافظ لي على السلوفان باش يبقى عندي اطول مده ممكنه. وانا حتى انا كنخدم في المطبخ وانا يعني منظم داكشي مرتب، تبارك الله السيدات راه تيبغيو شي حاجه اللي تسهل عليهم في الخدمه، لا من ناحيه تنظيم ولا ترتيب المطبخ بشكل انيق وجذاب. كاين ايضا عندنا الساشيات ديال الماكله كنغطيو بهم الماكله، من ذكرنا هاد السلوفان كاين هاد الساشيات هادو فيهم 100 بياسه، كاين فيهم جوج ديال لي كاليتي، كاين ديال 15 درهم وكاين ديال 20 درهم، يعني متوفرين محل طوب ارتيكل بسوق القريعه وتطمن ليه. كاين ايضا عندنا منتجات اخرين بحال الشباكي ديال الالومنيوم اللي ما كيصديوش نهائيا، فيهم جوج طبقات وثلاثه طبقات. عندنا ايضا منظمات ديال الثلاجه، منظمه ديال الثلاجه بالترقيم كما تشوفوا فيهم الترقيم هنايا، يعني انا كنشوف امتى دخلت الخضره او شي خضره او شي ماكله غتخسر ليا، كندير لادات باش كنعرف هذيك الخضره ولا هذيك الفواكه ولا هذيك الماكله امتى دخلتها بالضبط باش كنعرف الاناضات، وبالتالي ما كتخسرش ليا وكن يعني نسبقها هي الاولى، هذيك الحاجه اللي غادي تخسر ليا غادي نشدها نسبقها هي الاولى، الا ما بقيتش كنعقل مثلا على لادات امتى دخلت الثلاجه. وفي نفس الوقت ديكور زوين كتنظم ليا الثلاجه بواحد الشكل اللي هو راقي تبارك الله وانيق، وبالتالي يعني ملي كتبان ليا المطبخ ديالي منظم مزيان راه كيعطيني كيحقق ليا خليني انا نزيد نبدع فيه ونزيد ندير بزاف الحوايج. كاين ايضا الشباكي ديال الخبز، شبكه الخبز كبيره حتى هي راه متوفره، فيها الحجم الصغير وفيها الحجم الكبير. هذه كدير 30 درهم، هذه كدير 50 درهم. عندي ايضا سلات ديال الديسير اللي كيتحطوا فوق الطبله كما تشوفوا، عام نخليهم لكم هنا باش تشوفوهم على خاطركم. كما تشوفوا فيهم فيهم الدوري، فيهم لارجونتي، فيهم هذا الكحل هذا حتى هو تبارك الله زوين. عندنا ايضا منظمات ديال العطريه، منظمه ديال العطريه شي حاجه زوينه 18 بياسه، يعني كيجي معاهم لي ستيكرز ديالهم كما تشوفوا، كيجي معاهم ستيلو ديالهم باش نكتب انا كل حاجه مثلا نكتب فيها اللي بغيت، تحميره مثلا، بزار، خرقوم، اي حاجه. وكيجي معاها حتى الدواز باش كنعمر هاد القراعي، و 360 درجه كدور باش كناخذ العطريه ديالي بواحد السهوله ما شاء الله، مابقاش فيها بزاف. اللي بغى يبروفيتي يجي فيها ثمن جد مناسب 199 درهم. عندنا لي لوج ديال السيليكون بالانواع ديالهم والاشكال ديالهم، جوده اولى وجوده ثانيه، عندنا ديال 100 درهم وعندنا ديال 130 درهم، تما متوفرين. هاد 130 كيصبروا السخونيه اكثر والبو ديالهم كبير شويه.
عندنا رشاشه ديال الزيت الاكثر طلبا عند السيدات. ها هي رشاشه ديال الزيت، كندير فيها الزيت باش كنستهلك الزيت بواحد الطريقه اقتصاديه، وفي نفس الوقت كنرش لي صالاد ديالي. عندنا ايضا الترموسات اللي كيشدوا السخونيه الاكثر من 6 ديال السوايع، فيهم واحد لافيشور فوق كما تشوفوا، يعني افيشور باش كيعطيني درجه الحراره ولا البروده ديال كل سائل درتو فيه. درت حاجه سخونه تبقى سخونه، درت حاجه يعني بارده تبقى بارده. كاين بزاف تبارك الله منتجات اخرين، كاينه كراسه ديال العجين السيدات اللي كيضرهم يديهم او كيبغيو مثلا يقرصوا واحد الكونتيتي كبيره او العدد كبير، عندهم شي عراضه ولا عندهم اي حاجه، ينفوا كديري العجين هنا وتحطيها تورك على بهذه الطريقه، صافي كتعطيك العجينه مقرصه بكل سهوله. يعني ادوات منتجات عمليه السيدات في المطبخ، ترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه. وان شاء الله مازال فيديوهات جايه غادي نبارطاجيو بزاف ديال المنتجات ان شاء الله.